أخ لي صديق من القدم يعمل في شركة الطيران، وطلب أخي من صديق مساعده في مسألة تخص الفيزا من أجل أخي الآخر وزوجته، فساعده وسافر بسلام. بعد أيام حاولنا إهداء هذا الرجل فرفض تحرجا من أن تكون رشوة. على كل حال القاعدة أن هدايا العمال غلول. إذا قدم لك أحد الموظفين العموميين خدمة وهو في وظيفته من مقتضيات واجباته الوظيفية فلا تثف عليها لا من قبل ولا من بعد، إلا إذا كانت قد جرت بينكما عادة على التهادي من قبل، أنتم أصدقاء من زمان، يعني سواء كان في الوظيفة أم لم يكن فيها فبينكما من الصداقة والعشرة والألفة والمودة ما يقتضي هذا التهادي فلا حرج. فأنا يعني أزكي تحرج هذا الصديق الصدوق، ويعني وأثني على موقفه بالتحرج من قبولها إن كان قد قدمت له بمناسبة أداء خدمة هي من مهامه الوظيفية.